سلام. في الحلقة تاع اليوم جينا نهضروا على واحد الحاجة اللي بزاف منكم يحصلوا كيفاش يديروها، وهي كيفاش نكتبوا ان بون ليتر دو موتيفاسيون باش نزيدوا فرص القبول ديالنا. اول حاجة لازم تقرا تري بيان لا ديسكريبسيون دوفر دومبلوا ستاج او بيان تخصص اللي تحب تقرا فيه، وتشوف تري بيان واش راهم يحوسوا. من بعدها دير سيرش على الشركه ولا الجامعه واش يديروا، ثقافه العمل تاعهم، باش هكا المعلومات هادو تقدر دير بهم ان لاتر دو موتيفاسيون خاصه بهم، يعني ماشي ستاندر. الحاجه الثانيه هي الهيكله والكتابه. بالنسبه للهيكله لازم تكون واضحه منظمه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هنايا، يعني تتكون من ثلاث اجزاء: مقدمه، فقرات رئيسيه، وخاتمه. ثاني حاجه الفقرات الرئيسيه، هنا راح تسيت بين لهم بلي انت هو الشخص المناسب لهذاك لو فطومبلوا ستاج او بيان تخصص اللي راك حابه، يعني راح تحكي عليهم، راح تحكي على الحاجات اللي لفتوا انتباهك باختصار على هذيك الشركه او بيان تخصص. وهنايا ثاني راح تسيت تهضر على روحك، يعني واش درت من قبل، واش تعرف دير، وشنو هما المهارات اللي راح تفيدهم بهم، بالمعنى انك راح تسيت تلقى نقطه التقاء بين واش راهم حابين هما واش تعرف دير نتايا. في الاخير راح تلخص اهم النقاط وراح تسيت بين بلي فوزات موتيفي لهذاك لو فطومبلوا او بيان ستاج ولا التخصص اللي راك حابه بدون مبالغه. ثالث حاجه دوك راح نسيي نعطيكم بعض النصائح اللي راح تعاونكم كي تكونوا تكتبوا. اولا بالنسبه للغه، استعمل لغه رسميه وتفادى الاخطاء الاملائيه والكتابيه. ثاني حاجه الايجاز، هنايا سيي ما تكثرش الهضره، يعني خلي رسالتك قصيره وسيي انها ما ديباسيش صفحه. ثالثا التخصيص، هنايا كل جامعه ولا شركه عندها رساله ديالها، يعني هنايا ما راحش تسيي انك تدير رساله واحده وتبعتها بختو. رابعا المراجعه، هنا سيي عاود اقرا كامل واش كتبت قبل ما تبعت وتاكد بلي كلش صحيح. وبيان سور ما تنساوش بلي راح نزيدو نخليوكم بعض المصادر اللي راح تخليكم تتقنوا لا لاتر دو موتيفاسيون ديالكم على حسب لوبجي تاعها، وما تنساوش تشوفوها. نلحق.